الكويت هي الأفضل عربيا بلا منازع في التطبيقات الذكية، فقد فازت وزارة الأشغال العامة بجائزتي درع الحكومة الذكية من مجلس أمناء الجامعة العربية. حصلنا ومثلنا دولة الكويت الحبيبة في هالمحفل اللي هو تقييم أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية ومجلس أمناء جائزة درع الحكومة الذكية في جامعة الدول العربية. الجائزة حصلنا عليها في جمهورية مصر العربية في القاهرة. الجائزة عبارة عن تطبيقين شاركنا فيهم، وكانت الكويت حصلت على 3 جوائز، منهم التطبيقين اللي فازت فيهم وزارة الأشغال. تطبيق 150 تلقي الشكاوي من قبل المواطنين المقيمين، كذلك البرنامج المستكشف الجغرافي على البوابة الإلكترونية للمشاريع طبعا وزارة الأشغال. التطبيقان اللذان بواسطتهما حصدت وزارة الأشغال العامة الجوائز هما نظام مستكشف المشاريع الجغرافية وتطبيق طوارئ الأشغال 150. تطبيق 150 اللي هو تلقي الشكاوي من قبل المواطنين والمقيمين. التطبيق هذا طبعا هو تطبيق إلكتروني ذكي يطبق أبليكيشن هو على الأجهزة الذكية، بإمكان الكل أن ينزل على الجهاز. التطبيق هذا يتيح الفرصة للمواطن المقيم أنه يبعث الشكوى سواء تخصه أو ما تخصه، حتى لو بالشارع هو.